يحتاج معرفته عن التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب. واللي راح تقدم هذه المحاضرة هي دكتورة سيمة أبو السعود. دكتورة سيمة هي أخصائية أمراض المفاصل والروماتيزم للأطفال بمستشفى المقاصد بالقدس. دكتورة سيمة المايك عندك، تفضلي. مساء الخير جميعا، سعيدة جدا بمشاركتكم بهذا النشاط التوعوي للمجموعة العربية للتوعية بالأمراض الروماتيزمية. بداية، التهاب المفاصل أو المفصل عند الأطفال له العديد من الأسباب. قد تكون هذه الأسباب ناجمة عن إصابات، أو قد تكون نتيجة بعض الأمراض المؤقتة مثلا الالتهابات المعدية، أو قد تكون نتيجة أمراض جسمية لها علاقة بالجهاز الهضمي أو أمراض الدم، أو الأمراض الروماتيزمية الأخرى مثل مثلا مرض الذئبة الحمراء. لذلك ليس بالضرورة أنه أي طفل يعاني من تورم في مفصل أو عدد من المفاصل أنه يعاني من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب. ما هو هذا المرض؟ يعد من أكثر أمراض الروماتيزمية شيوعاً عند الأطفال، فهو يصيب طفل إلى طفلين من كل 1000 طفل. من الاسم هو يؤدي إلى التهاب في مفصل واحد أو عدد من المفاصل، بمعنى يصبح هناك تورم في المفصل، ألم، صعوبة وتقيد في الحركة. هو يصيب الأطفال دون سن 16، ولا نعلم ما سببه ولماذا أصاب طفل معين دون غيره. حتى يتم التشخيص، وإضافة إلى ما ذكر، يجب أن تستمر هذه الأعراض مدة لا تقل عن 6 أسابيع، وهذه فترة كافية تمكن من استثناء الأسباب الأخرى المؤقتة أو غيرها لالتهاب المفاصل. هو أيضا مرض مزمن، بمعنى لا نستطيع التكهن بمآل هذا المرض، وما إذا كان سيتم الشفاء منه لو أعطي العلاج المناسب. ماذا الذي يحدث في هذا المرض؟ هو يعتبر من الأمراض المناعة الذاتية. وماذا نقصد بذلك؟ جسم أو جهاز المناعة في جسم الإنسان هو مهم حتى يحميه من الأمراض المعدية. هو قادر على التمييز بين ما هو غريب عن الجسم وبالتالي يساعد في التخلص منه، وبين خلايا جسم الإنسان. فما يحدث في هذا المرض، يحدث نوع من استجابة مناعية غير سليمة، فيفقد جزئياً السيطرة على التمييز بين ما هو غريب وبين خلايا جسم الإنسان فيهاجمها. ففي هذه الحالة يهاجم المفصل، فيحدث هناك تورم في الغشاء المحيط في المفصل، يمتلئ بالأنسجة والخلايا الملتهبة، قد يؤدي مع مرور الزمن إلى تآكل الغضروف ويصيب العضلات أو حتى العظام. ما هي أعراض هذا المرض؟ ما يميز الأطفال عن البالغين هي صعوبة تعبيرهم عن الألم. فقد تلاحظ الأم إنه الطفل الذي كان يعني بيمشي بطريقة صحيحة أصبح هناك في مشكلة بطريقة بيمشي فيها، أصبح هناك سقوط متكرر، أصبح يعاني في الفترة الصباحية من آلام شديدة، وهو ما يعرف بالتيبس الصباحي اللي بيزيد بالفترات اللي ما بتحرك فيها الطفل ويتحسن مع الحركة الخفيفة. طبعا أعراض أخرى تعتمد على نوع التهاب المفاصل، فمثلا في التهاب مفاصل الأطفال الشامل يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، يصاحبه من نوع من الطفح الجلدي الذي يظهر مع الحرارة ويختفي باختفائها، قد يكون هناك تضخم في الكبد، في الطحال، في العقد الليمفاوية، أو قد يكون هناك زيادة في السائل المحيط في غشاء القلب أو الرئتين. نوع آخر هو التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب المتعدد الذي يصيب 5 مفاصل فأكثر، وهناك نوعان. نوع يصاحبه الفحص مخبري يسمى بالعامل الروماتويدي الموجب، أو قد يكون في نوع آخر سالب. أهميته أنه عادة لما يكون موجب نتوقع أن المرض سيكون أكثر شراسة، وهو يشبه في هذه الحالة التهاب المفاصل الروماتويدي عند الكبار. هناك التهاب مفاصل الأطفال مجهول
الطفولي السبب القليل الذي يصيب 4 مفاصل فأقل وهو أكثر الأنواع شيوعاً عند الأطفال. هناك التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب الصدفي الذي قد يصاحب الصدفية كما نرى في الصورة، أو قد يصاحب ما يسمى بأصابع السجق، بمعنى أنه قد يكون هناك انتفاخ في جميع المفاصل في إصبع اليد أو القدم، أو قد يصاحب تغيرات في الأظافر، وقد يكون هناك تاريخ عائلي لمرض الصدفية. هناك التهاب المفاصل المرتبط بالتهاب الارتكاز، ونقصد فيه تورم عضلة الارتكاز وهي نقطة تشابك الأوتار على العظام، فقد يصاحب التهاب المفاصل كما نرى في الصورة آلام موضعية في المناطق المشار إليها بالأسهم. هذا نوع من التهاب المفاصل قد يصاحب آلام في أسفل الظهر لأنه قد يمتد ليصيب أسفل العمود الفقري ومفاصل الحوض. وأخيرا التهاب المفاصل الغير مصنف، هذا النوع له سمات لا تنطبق على أي نوع من الأنواع السابقة، أو قد تنطبق على أكثر من نوع واحد. يتم تشخيص المرض بشكل أساسي عن طريق السيرة المرضية والفحص السريري. نقوم بعمل بعض الفحوصات المخبرية اللي بتساعد في معرفة نوع التهاب المفاصل حتى نعرف إنه المضاعفات أيها أكثر يعني عرضة للحدوث، كذلك حتى نستطيع إنه بداية العلاج بشكل يعني سليم. فمن هذه الفحوصات مثلا فحص الدم الشامل، فحوصات إنزيمات الكبد، وظائف الكلى، كمان معدل ترسبات الكريات الحمراء الذي يعرف بالـ ESR، أو البروتين المتفاعل الـ CRP عادة بيكونوا مرتفعين في التهاب المفاصل. هناك بعض الفحوصات الأكثر يعني نشوفها أو متخصصة أكثر، منها الأجسام المضادة لأنمية الخلايا، فحص الـ ANA أو العامل الروماتويدي، أو اختبار الزمرة النسيجية الـ HLA-B27 اللي بنشوفه في الأطفال اللي بيكون عندهم التهاب المفاصل مع التهاب الارتكاز. نقوم أيضا بعمل الأشعة السينية، قد نلجأ إلى عمل الرنين المغناطيسي أو الألتراساوند، والهدف هي متابعة صحة ونمو العظام والمفاصل. بالنسبة للعلاج، شهد في السنوات 15 الأخيرة تقدم هائل جدا. هدفنا دائما من العلاج أن يعيش الطفل حياة طبيعية قدر المستطاع بأقل الأدوية، جرعات الأدوية الممكنة. طبعا يجب إشراك الأهل وأخذ يعني رأيهم بالعلاج. من العلاجات المستخدمة مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، هو علاج تقليدي من الأمثلة عليه دواء النابروكسين أو الآيبوبروفين، يخفف من الأعراض سواء كانت حمى أو ألام مفاصل. علاج آخر هو حقن المفاصل بالكورتيكوستيرويد طويل المفعول، نلجأ إليه في إذا كان نوع التهاب المفاصل القليل، يعني عدد المفاصل المصابة 4 فأقل، أو إذا عانى الطفل من مفصل معين من ألام شديدة وصعوبة في الحركة، لأنه بيعطي نتائج سريعة. إذا يعني ما وصلنا للنتائج المرغوبة في هذه العلاجات، قد نلجأ إلى أدوية المستوى الثاني. هذه الأدوية بحاجة إلى فترة حتى يعني تبلش عملها. هناك أمثلة عديدة، منها أشهرها وأكثرها استخداما على الإطلاق هو الميثوتريكسات، لأن انعمل عليه دراسات عديدة على الأطفال وأثبت نجاعته، وأثبت أيضا أنه هو دواء آمن، فهو يعطى إما بالفم أو عن طريق الإبر تحت الجلد مرة في الأسبوع، ويجب أخذ معه حمض الفوليك أو الفولينيك أسيد للتقليل من الآثار الجانبية سواء من الاضطرابات المعوية أو ارتفاع إنزيمات الكبد. بالنسبة للكورتيكوستيرويدات، هي أدوية فعالة وسريعة جدا، ولكن نحاول قدر المستطاع إنه ما نعطيها لفترات طويلة أو بجرعات عالية نظرا إلى الأعراض الجانبية على المدى البعيد. قد تؤثر على نمو الطفل، تؤدي إلى هشاشة العظام، أو قد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم أو نسبة السكر. الأدوية البيولوجية، وهي أدوية عملت ثورة في علاج التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب، هي أدوية فعالة، ولأنها فعالة فهي تثبط جهاز المناعة بشكل أكبر، فيجب أن نكون حريصين أكثر من الالتهابات المعدية عند اللجوء إلى هذا العلاج. ولننسى دور أيضا إعادة التأهيل والمواظبة على التمارين والعلاج الطبيعي حتى نمنع حدوث تشوهات في المفاصل. وقد نلجأ إلى جراحة العظام إذا كان وضع المفصل سيء وبحاجة إلى استبدال في بعض الحالات النادرة.
بالنسبة لمضاعفات المرض، قلنا أنه ممكن يؤثر على نمو الطفل، قد يؤثر على طول أو يؤدي إلى اختلاف في طول الأطراف السفلية. التهاب المفاصل قد يصيب أيضا مفصل الفك فيؤدي إلى تغيرات في شكل الوجه، قد يؤدي أيضا التهاب المفاصل إلى ضمور في العضلات وانكماش في المفاصل. من المضاعفات المهمة جدا اللي هي المضاعفات على العين، ليش بصيب العين مش معروف السبب، ولكن يعني من المهم جدا متابعتها طبعا، خاصة في النوع القليل أو بعض الأنواع الأخرى، لأنها قد تكون صامتة، فقد لا يعاني الطفل من أي أعراض، لا بيكون في احمرار في العينين ولا بيكون في غباش في الرؤية. فهذا الفحص لازم عمله بشكل دوري، هو فحص خاص بنعمل بالمصباح الشقي. طبعا قديش الفترة اللي لازم ينعاد فيها الفحص تعتمد على نوع التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب، المدة اللي عانى منها الطفل من المرض، كذلك بيعتمد على وجود الفحص اللي هو الأجسام المضادة لأنماية الخلايا لأنها بتزيد نسبة حدوث هذه المضاعفات. أخيرا نصائح للمرضى في زمن الكورونا، بنشدد على المرضى على ضرورة الاستمرار بأخذ الدواء بما في ذلك الأدوية البيولوجية، وعدم إيقاف الدواء أو تقليل جرعته دون نصيحة الطبيب، لأنه شفنا للأسف في الآونة الأخيرة العديد من المرضى أهاليهم وقفوا الدواء لأنهم خايفين، فأدى ذلك إلى زيادة في نشاط المرض واللجوء إلى الكورتيكوستيرويدات اللي إحنا في هذه الفترة تحديدا بنحاول نتجنب استخدامها قدر المستطاع. يجب أيضا المحافظة على الأكل الصحي وممارسة الرياضة، وإذا أصيب الطفل بارتفاع في درجة الحرارة أو عانى من أعراض إنفلونزا أو ضيق في التنفس يجب إيقاف جميع الأدوية عدا الكورتيزون والبلاكونيل والتواصل مع الطبيب المعالج. وننصح أيضا بأخذ تطعيم الإنفلونزا بشكل سنوي، طبعا التطعيم يجب أن يكون هو تطعيم غير حي، لأنه التطعيمات الحية أو اللي نسميها اللايف باكسينز ممنوع أخذها إذا كان الطفل بيأخذ أدوية مثبطة للمناعة أو أدوية بيولوجية. طبعا كل هذا مضاف إلى النصائح العامة اللي بنعطيها للناس من ضرورة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية واستخدام المعقمات. ودمتم سالمين. شكرا دكتورة سيمة على المحاضرة.